فرح أولى فقراتنا لليوم بدنا نروح فيها للطبيعة، وأكثر شيء ممكن تقدمه الطبيعة للإنسان من خلال منتجاتها واللي بتبقى الأفضل بعلاج معظم الأمراض. أكيد سلمى، الطب البديل أو مستحضرات الطبيعة هي ملجأ لكثير من الناس حتى بوقتنا الحالي لحتى يبتعدوا بشكل كامل عن المنتجات الصناعية. اليوم معنا رودينا أبو طافش اللي شاركت ببازار بكرة أحلى عبر تركيبة للكريمات وبمواد طبيعية. صباح الخير، أهلا وسهلا فيكي. صباح الخير. يسعد صباحك. بداية خلينا نحكي أكثر عن أهمية الطب البديل واعتماد يمكن المنتجات الطبيعية أكثر. تمام. هلق أنا بشكل عام دراسة تمريض أول شيء، رقم اثنين تابعت طب بديل بحلب مع أكثر من أطباء. أول فترة كانت صعبة، بس بعدين لما عشقت المهنة وعرفت شو نتائجها، وخاصة إنه نحن حاليا بسوريا بوضع اقتصادي وأزمي، إنه كل شيء عم بيجينا خارجي عم بيجي ما في شيء طبيعي ولا علاجي 100%، يعني كلياتها مجرد منتجات تجارية. هلق الحلو إنه عندي أهم شيء أنا شيء 40 منتج تقريبا، عندنا معالجات وعندنا تجميل، والمعالجات أجمل من التجميل يعني فائدتها أكثر. مثلا عندي كولاجين للبشرة، هاي بيجي للنظارة بينحط يوميا مسائيا، يعني من خامس يوم بتصير السيدة بتلاقي في فرق بالبشرة، يعني في نظارة 100%. عندي تشققات قدمين بالعسل الصافي، التئام كامل، هي المشكلة الكل بيعاني منها هون، حتى الشباب عم بيعانوا منها، انه بيصير في جفاف مسامير لحمية. هالأمور هي كمان منتج حلو، والناس عم ترغبوا انه طبيعي وسريع، يعني لانه مو داخله اي شيء كورتيزون او اي شيء كيميائي. عندي كمان معالجات حلوة كتير، مثلا هاي أنا بحكم مهنتي بتقرب دائما من المرضى أكتر من الشيء التجميلي. مثلا عندي آلام الديسك، المفاصل، الأعصاب، تشنج العضلات، هاي كمان له خلطة كثير قوية وحلوة الحمد لله. عندي البواسير، الأكزيما، الأكزيما مثلا إلى أكثر من نوع ومشكلة بحد ذاتها، كمان هاي إلى خلطة قوية صدفية. في عندي خلطات زيوت، في للأطفال، يمكن أغلب الأمراض اللي هي بيكون بيعانوا الناس منها بمشاكل كتير، وبينوصف لهم يمكن كتير كريمات ما طبيعية. بالضبط. هلأ مثلا أنا كتير ناس يجوني يقولوا لي جبنا كتير مجموعات عالمية كأكزيما وصدفية، ويبكوا إنه يقولوا لي ما في نتيجة أبدا، قلوا نجربوا مرة والحمد لله إنه في نتيجة 100% الحمد لله. يعني عم نحكي كمان انه حضرتك مو بس هيك، كمان لك دراسه بالطب البديل. خلينا نعرف منك اكثر، قدرتي تطوري هذا الشيء، هي المعلومات يمكن البسيطه لشيء يمكن بيخدم، هي اللي صارت اليوم كمان مهنه، هي انه تعملي كريمات ومثل ادويه بتفيد الناس بهي الامراض اللي حكينا عنها اللي هي اكثر انتشارا. اكيد. هلق انا اول فتره بلشت فيها هي بلشت كفكره اني تابعت مع اطباء بالاضافه للتمريض، اني بدي اشوف، بدي اتعرف. انا من نوع اني بحب اي شيء شوفه لازم امشي فيه، وخاصه والدي الله يرحمه كان مخترع عالمي، وكان عنده هدف انه اي شيء بدكم تحطوه ببالكم بتوصلوا له، ما في شيء اسمه لا، اي شيء لازم نتعلمه. فاول فتره كانت اني اخذ مجرد افكار، وناس دعمتني الحمد لله، الله يوفقهم كلهم، اطباء سافروا برا سوريا، بس ما اعطوني الشيء نظامي 100%، لانه نحن ما كنا معهد خاص او شهاده عالميه. بس بالاضافه بلشت طور، فشلت كثير اول فتره اكيد، يعني ما كان المنتج 100%، يعني حاول دور على حدا ياخذ المنتج يجرب ويستفيد واعرف النتيجه. بس الفرحه وين؟ لما بلشت النتائج حلوه ووصلت للنتيجه 100% بكافه الكريمات، اللي شجعني انه في فائده. هي اهم شيء، انت دائما بيجينا دعم من الداخل ومن الخارج. هلق انا دائما يعني عندي كان دعم داخل بيتي هو هاللي قواني، ودعم خارج الناس اللي تاخذ وتستفيد، وخاصه المعالجات. يعني المريض اللي مثلا انا كثير ناس صادفت انه ما بيقدر يمشوا على اجريهم من كثر الالام بالتشققات او الاكزيما، انه دائما في تقرحات بالجلد الصدفيه او الام الاعصاب، هي اكثر شيء مطلوب مني، انه انسان عامل عمليه ديسك مره ومرتين وناكسي، مجرد ما اخذ استفاد
هذا الشيء شجعني زياده وخلاني احب المهنه اكثر الحمد أكيد. لله. طيب رودينا خلينا نحكي يمكن عن التكاليف اللي ممكن الشخص يتكلفها مقابل هاي الكريمات، يعني عاده الناس لما بتلجا لكريم عادي بالسوق بتلاقي اسعاره غاليه وخصوصا للامراض مثل اللي حكينا عنها، تمام. هل انت عم توفري هذا الشيء بسعر مناسب؟ تمام. هلا انا بصراحه كامله انه اول فتره ما استفيد شيء بسيط رغم تعبي لالاقي المواد، لانه في مواد خارجيه بجيبها مستورده، في تعب علي اني انا من محافظه بعيده عن الشام وكل موادي من الشام بدي اجي اتعب للاقي، بالاضافه لعمليات توقيت الطبخ لكريمات له كثير دقيق، له درجات حراره محدده، ادوات خاصه، فكثير تعبت لصار عندي هاي الفكره الكامله اني بلش جهز الكريمات. فاول فتره انا ما افكر فيها ماديا، فكر اني بدي الناس تستفيد. بعد فترة بس صرت انزل معارض وهيك ضليتني على نفس الشيء، ليش انا عندي يمكن بجوز لاني ممرضة بالاصل، فمهنتي هي ضمنيا اكثر ما هي اني بدي تجارة او ربح. هلا اي انسان بحب التجارة ويوصل، بس انا حسيت انه لا اخذ شيء نقول الله تعالى وبنفس الوقت يصير عندي تسويق حلو. مثلا انا بمعرض دمشق الدولي نزلت بجمعيه المبدعين المخترعين، ناس كثير من برا سوريا اجوا يقولوا لي مستحيل هاي الاسعار عندك. هلا انا مثلا مشاركه بمعرض العراق الشهر الجاي، معرض بغداد الدولي، فيقولوا لي لازم تحطي تسعيره غالي، اقول لهم لا انا مثل ما انا بمشي، يعني تفاجئ انه صار هيك وفعاليه حلوه. انا بتمنى ضلني هيك مشان هالبلد، يعني على الاقل نخدمها باي شيء. اكيد. كمان رح نحكي تفاصيل اكثر عن هاي الكريمات، لكن بدنا نحكي كمان عن البازار، بازار بكره احلى، كيف شاركتي فيه؟ يعني شو هي اكثر الكريمات او المنتجات يلي حبيت تكون موجوده بهذا البازار؟ تمام. عائله بازار بكره احلى كثير، عائله حلوه. انا من السويدة وكنت انزل بس بمعارض حكوميه، يعني كان اول تشجيع من اني تعي على بازار بالشام وكذا والي زباين صار، فاجيت اول شيء هني جدا جدا عائله متكاتفه وحلوه، تعاملها حلو مع الناس اللي بيجيبوها للبازار. شغله تاني انه في عندهم تسويق كتير حلو، تعدد، يعني شركات بتنزل عندهم حلوه، مثلا بتفوتي على البازار ما في عندهم شيء اسمه ملل انه نفس الروتين نفس الالبسه، لا عندهم من كل شيء ماخذين اختصاص. طبعا بالكريمات ما في غير انا دائما بنزل معهم. كثير كان البازار حلو لدرجه كبيره، وانا الحلو انه ناس صارت تيجي تسال عني انه بدها كريماتي. هلا بشكل عام عندي شيء 30 40 منتج، يعني ما فيني اعد لك شو بيحبوا اكثر شيء، بس كله له فائده. بس يعني اكثر شيء العلاج، تشققات القدمين، البشره، في عندي خلطات زيوت معالجه هي كمان، بس كمان حسب التسعيره، يعني في ناس ما بتتجرأ تاخذ شيء غالي، بتقول لك لا اخذ جرب بعدين ارجع اقتنع، فياخذوا اول يوم خامس يوم يرجعوا يجوا لعندي ياخذوا. فالحمد لله كان البازار كثير حلو وموفق. هلق بالنسبة لي كان كتير موفق، بالنسبة للباقي كمان نفس الشيء. وعيلة بكرة أحلى كتير كتير، عيلة حلوة، شكرا له المدام عروبة السيد، المدام عطا، والكل الموجودين بالفعل، وإن شاء الله الكل ينزلوا ويشاركوا معه. أكيد. طيب خلينا نحكي شوي رودينا، يعني بعض الناس مثل ما قلتي بالبداية ممكن يقولوا أنه لا نحن ممكن نخاف من هذا الكريم، يا ترى شو مصداقيته وشو صلاحيته وشو هاي الأمور، كيف أو شو الضمان اللي عم تقدميه اليوم للمستهلك لأي حدا ممكن ياخد من عندك كريم، كيف بتخليه يتأكد أنه هذا الكريم طبيعي صلاحيته متواجدة في له فائدة بتشجعيه لحتى أنه يشتري منه أو يجربه؟ تمام. هلق مثلا أنا عندي كريمات الوجه البشرة كتير غالي، عندي الكولاجين، الغذاء الملكي للتجاعيد القوية، فالزبوني مثلا ما فيها تيجي تاخد كريم بخمسة آلاف ليرة وتقول لك بلكي ما زبط معي، فأنا بعمل عينات. أيوة تمام. طبعا أنا بتقبل لأني أنا كأنا بعرف أنه ما فيني حط أي شيء على بشرتي، انا الصابون اذا ما كان طبيعي وعملته بايدي، طبعا عندي خلطات صابون خاصه عندي، فما بكون مرتاحه ومتاكده، فكيف انسان غريب؟ انا بتقبل هذا النقد الخارجي اجباري بتقبله، فانا صرت اعمل عينات مجانيه، تمام، انه هي مثلا منشان يجربوها ويشوفوا. صارت معي بكل معرض وبكل بازار انه من اول يوم بيجوا بياخذوا عينات، ثاني يوم بيكونوا جايين ياخذوا لان بيحسوا في نتيجه. كمان المواد الطبيعية اللي بتستخدميها، خلينا نعرف من حضرتك شو هي أبرز المواد اللي بتستخدميها، قد ايه بتحسي إنه فعلا المواد الطبيعية هي مو بس بتفيد، كمان بتحمينا من كتير من المواد الصناعية اللي صارت اليوم منتشرة بشكل كبير، ومثل ما قلتي الهدف دائما عم بيكون تجاري أكثر من إنه علاجي أو حتى تجميلي.
تمام. اول شيء بدي اقول لك، نحن اول اعتماد انا على العسل الصافي، والعسل انا ما بجيبه من السوق، بجيبه من منحلي خاصه متعاقد معها بجبلي، يعني بجيبه العسل الصافي اللي مو داخل له سكر اي شيء. طبعا الغذاء الملكي كمان بجيبه من هيك، الغذاء الملكي كثير سعره قوي. يعني في عندي الاهم من هيك ثاني ماده هي الزيوت. هلق الزيوت عندنا زيوت عدد هائل من كل مادة طبيعية، من كل شيء نبات فينا نخترع زيت، بس نحن ما فينا نثق بأي زيت نحطه على بشرتنا أو على جسمنا حتى على شعرنا، ما بنقدر. أنا أول فترة كانوا يجيبوا لي شيء أخذ على السوق، انزل على البزولية يعطوني أي شيء جيب، بعدين لا، لقيت إن في شغلات صرت أعملها على إيدي، أخذت الطرق إني خلص بثق بضمن إنه في شيء بإيدي بحبه أكثر وبعرف شو حاطة بكريمي. شغلة ثانية، صرت ألجأ للزيوت الخام، حتى في زيوت مستورده. مثلا انا في زيوت بجيبها من السعوديه خام، هي للشعر مو موجوده بسوريا، فيها ثقه اكثر وفيها فعاليه اكثر. مثلا كل الزيوت بشكل عام انا ما بعرف، انا بالنسبه لي بعشقها لانه شيء طبيعي بيريحك نفسيا، وبتحب الطبيعه وبتحبي هيك شيء كريمات لانه في له نتيجه. مثلا عندنا زيت الافوكادو، الخيار، جوز الهند، زيت الزيتون، هاي لحاله هاي ام الطبيعه، يعني ما في مجال، هاي زيت الزيتون بيدخل بأكتر شيء عندي. فهي الزيوت رقم اثنين. بالإضافة في عندي مثلا أنواع كثيرة، في يعني كله شغلي دقيق جدا. مثلا أحيانا علبة الكريم 50 سنتي بيدخل لها شيء 25 مادة، وكل مادة على الجرام، وكل مادتين لحال إلهم خلط طبيعي، إلهم درجة حرارة أحيانا عليها بالشمع. يعني هي كشغل كثير تعب، بس أنا أول فترة تعبت بس لأني حبيت المهنة صارت شيء سهل علي الحمد لله. طيب خلينا نحكي كمان، هلا حضرتك يمكن قلتي بتشتغلي كريمات معالجة أكثر من أنها كريمات تجميلية، بحكم تواجدك بأكثر من معرض وبأكثر من بازار، هل في أشخاص معينين صاروا مثلا يطلبوا منك تركيبة معينة؟ هل تعاملتي مع صيدلانية مثلا اللي هن مختصين بتركيب الكريمات، مختصين بتركيب الأدوية، عطوكي نصائح معينة لوصفات معينة؟ تمام. هلا بشكل عام النصيحة دائما بكل معرض وبكل مكان، وانا لما اتذكر من 4 سنين كيف بلشت من الصفر كان شغلي كثير بدائي، وقديش ناس تيجي تنصحني اسمع. طبعا ما فيني اسمع كل شيء، بسمع الشيء اللي بيفيدني، والحمد لله لا وصلت لهذا النجاح. النصيحه دائما حلوه، بس في شغله انا مثلا كسوق ما بقدر اني وزع بالسوق، لان هلق ما عندي ترخيص، بس سياده وزير التموين اجى لعندي باحدى المعارض وشاف منتجاتي وحللها كيميائيا كلا ووافق لي على الترخيص، وزارة الصحة وافقوا لي. هلأ ضل علي بس أعمل المنشأة، إن شاء الله إذا الله هون علي رح أعمل منشأة، ساعتها بينزل كله على السوق. محلات كلها طلبت مني مثلا ككفير برا سوريا، مثلا بيروت طلعت مرة مرتين، حتى بلبنان لجأوا للشيء الطبيعي. يعني اكتشفت عندهم هنيك انه بيجيبوا مثلا علبة الكريم على $100 وما عم بيستفيدوا. لما طلعت انا تفاجأوا انه السعر رخيص وفي نتيجة كبيرة الحمد لله. بس انا شوي شوي عم بمشي، لان كمان بالاضافة عندي دوامي، عندي كتمريض دوامي بالمشفى، بدي اقدر نسق بين هاي وبين هاي، فعبيمشي خطوة خطوة. هلق في حال صار الترخيص بتصير الامور افضل، بيصير في تسويق داخلي وخارجي. ده بتشوفي كمان اليوم انه كتير شي حلو انك تحطي ايدك بايد بعض الجهات اللي ممكن تسوق لك بطريقة اسرع وبطريقة اصح، يمكن شخص لحاله يمكن ما قادر يساوي هذا النجاح المطلوب او حتى يوصل للعدد الاكبر. فده مين هي الجهات تتمنى انه ترعى فعلا عملك، وهي خلينا نقول الاختراعات والابداعات اللي عم بتقومي فيها؟ صحيح. هلا انا صدقا انه يعني انا اول ما بلشت المرحلة وصلت للنجاح اتمنى حدا يجي يساعدني. لما طلعت على اول معرض كان معرض المرأة الريفية بدمشق، وسيادة الوزير اجى لعندي واجاني ناس كتير انه بدهم يساعدوني، مثلا انه يستثمروا. بلش يجيني ناس، هلا في استثمارات ما بتساعدني، بتساعدني لفترة محددة من الزمن، بس بعدين بجوز تتركني او تاخذ المهنة علي. اجاني عروض خارجية. هلا بشكل عام انا لازم يكون معي دعم، بس حسيتها صعبة لاني حبيت ضلني لحالي لو شو ما كان. لو صعبة اسا بس ضلني لحالي وصل للشيء اللي بدي اياه لو شو ما كان. بس بسوريا كسوريا انا الشيء اللي ساعدني هو وزارة التموين، بما انه هني هلق بلشوا لي بالترخيص، هذا لحاله دعم الحمد لله. يعني اجاني عروض خارجية، بس لما وافق لي الوزير على الترخيص قلت خلص ما بدي، خليني ببلدي اخدم بلدي وزبط اموري افضل لما اطلع اي بلد تاني.
بس انه كفرص كل يوم بيجيني فرصه، كل يوم بيجيني مستثمر الحمد لله، بس انا ما عم بوافق حاليا. اكيد يعني دائما المشروع الشخص الخاص بيحاول يتعب عليه كثير ويكون له مصداقيه وله وجود على ارض الواقع. قلتي قريبا عندك مشاركه بالعراق، تحكي لنا شو هو المعرض اللي حتشاركي فيه، وايضا هل في شيء جديد رح تاخذيه معك، خلطه جديده عملتيها مخصوص للمعرض اللي بالعراق؟ تمام. هلا معرض العراق هو لاني انا نزلت بجمعيه المبدعين والمخترعين، اعطوني هويه مبدع عالمي فدعوني عليه، رح اطلع عليه بس بشكل عام انا كلها منتجاتي نفسها، بس تواصلت منه لاخذت فكره لانه عندهم بشره زياده تعبانه اكثر من سوريا بسبب الحراره، في عندهم مشاكل ثاني، فعطوني هني انه شو بدهم كريمات زياده. انا عندي الخلطات رح صنعها قريبا، بس تقريبا كل شيء عملته رح انقله للعراق، بس زياده شغلات بسيطه يعني جديدة. اذا الله يسر. نحن بدنا كثير بدنا نشكر وجودك معنا لليوم، وبدنا نتشكر فعلا انه لسه في عالم سلمى عم بتحاول تجيب شيء جديد وما همها الربح بالدرجه الاولى، لا بالعكس. نتمنى لك كل التوفيق، موفقه بالبازار وموفقه بشغلك. شكرا لك. شكرا لكم، اهلا وسهلا. شكرا لك. شكرا لكم.